كثير من الناس نسأل العافية والسلامة يوسوس. يظن أن به سحر، أنه مسحور، أو محسود. لماذا؟ أنت مثلك مثل بقية الناس. لماذا توسوس؟ أترك الوساوس. الوساوس من من؟ من من الوساوس تأتي؟ من الشيطان. وتجد يبحث عن الرقى ويأتي لهذا ويأتي لهذا يقول اقرأ عليه. لا، هذا ليس صحيح. لا تبحث عن الرقى، لا تأتي لإمام المسجد أو الشيخ تقول اقرأ عليه. لا، أنت اقرأ على نفسك الفاتحة، التجئ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، اترك الوسواس، لأن كل ما يوسوس الإنسان أن به شيء يزيد المرض لا ينقص.